بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. النهاردة هنقضي سهرة مع شمشون. شمشون عالم الحيوان، هو الديناصور، 17 متر طول وتسعين طن وزن، جبل متحرك، قبيلة من العماليق الجبابرة، ظهرت على الأرض من 225 مليون سنة، وسادت البر والبحر والجو، وحكمت عالم الأحياء لمدة 150 مليون سنة. زاحفات مرعبة أشبه بالمصفحات الحربية الخرافية، ملأت الجو بزائرها الراعد، وبعدين زحف عليها الجليد وبدأ يطمرها الجليد، وبدأت تموت واحدة ورا التانية لغاية ما فنت وانقرضت تماما، وتركت جيل من الأحفاد المهازيل، السحالف والحرابي والتعابين والسعالي، التماسيح اللي بنشوفها دلوقتي، وحشرات لا عد لها من كل الأنواع. إزاي ظهرت وإزاي انقرضت، وإزاي كائنات بالعظمة والجبروت والعملاقة بالشكل ده تنقرض؟ عمارات ماشية على الأرض، جبال بتتحرك، تنقرض وتفنى ويعيش المهازيل المساخيط. إزاي البرغوت انتصر على الفيل، وإزاي البعوضة والجرادة انتصروا على كائنات زي الأهرامات، إزاي؟ وهل انقرضت فعلاً؟ العلماء عمالين ينبشوا كل حتة في الأرض، كل صحراء، كل كهف، كل جبل، كل صخرة، عندهم خوف مبهم
إن جايز في كهف كده من الكهوف يكتشف هذه القبيلة لسه عايشة ومستنية الوعد لما يتشق الجبل ويتفتح وتهجم تاني علينا بأعداد وآلاف مؤلفة. مش جايز دي تكون هي يأجوج ومأجوج المنتظرين في مكان ما، محدش عارف. وحتى علماء الغرب كتاب العلم منهم بالذات والروايات العلمية دايما يعملوا روايات خرافية عن انهم بيضة مش عارف كانت في جبل ايه وجه الاشعاع الذري عمل لها تنشيط وفأست وطلع منها الديناصور، ويألفوا روايات بالشكل ده. وما شفنا في السينما فعلا العلمية نماذج غريبة من هذه الكوابيس، محدش عارف. جايز يعني احنا نعرف ان في حاجة اسمها البيات الشتوي، وممكن البيات الشتوي طول، واحنا ده لقوا حبات قمح في معابد قديمة فرعونية وزرعوها فطلعت. تصور يعني جنين القمح عاش 4000 سنة، جنين قمح جوه حباية عاش 4000 سنة، يعني إمكانية إن يبقى فيه الحيوانات دي في حالة بيات شتوي. وسبحان الخالق جايز تبقى ربنا يحفظ لها الحياة المدة دي وتاني ترد لها الحياة، ما حدش عارف. فده احتمال، لكن على أي حال ما حدش لقى منها دلوقتي حاجات أي أثر إلا عظام وهياكل ورميم. طيب لو كانت الكائنات اللي وصلت لهذه الدرجة من العملاقة والقوة انقرضت، والحشرات والبعوض والبراغيث عاشت، طب يبقى إيه مقومات البقاء ومقومات البقاء؟ إيه مقومات البقاء وإيه مقومات الفناء؟ سؤال مهم جدا، لأن ده سؤال يهمنا، احنا عاوزين نعرف إيه مستقبلنا احنا كمان. إذا كان الجبارين ده مصيرهم والهلافيت والبراغيت عاشوا، طب احنا بقى مصيرنا إيه؟ إيه مقومات البقاء وإيه مقومات الفناء؟ كتاب التاريخ كتاب حكمة، والبحث في الماضي هو أيضا بحث في المستقبل. وربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ده أمر من ربنا إن احنا نتجول ونبحث ونشوف ونستنبط ونستنتج عشان نوصل للإجابة على سؤال مهم جدا، كيف بدأ الخلق؟ ليه؟ لأن التاريخ هو الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية مكتوبة بالشفرة على الصخور وفي المعابد وعلى البرديات. طيب دلوقتي إذا كانت فعلا الحشرات قدرت تعدي من العصر الجليدي وأثبتت إن هي أطول الكائنات عمرا، لدرجة إنهم بيتريقوا في الكتب البيولوجية يقولوا لك إن الدناصير العملاقة رغم قوتها كانت مجرد صفحة في كتابة الحشرات العظيم، الكائنات اللي هي الدناصير الفظيعة دي كانت مجرد صفحة في كتاب الحشرات العظيم. فإذا إيه المؤهلات اللي كانت موجودة عند الحشرات اللي خلتها تعبر جميع أزمات التاريخ وتوصل عمرا إلى حوالي 500 مليون سنة؟ دلوقتي الإنسان بحاله عمره 1 مليون سنة، وفي بعض الناس بيقولوا إنه هو مش هيكمل 1 مليون الثاني وإنه هو ماشي إلى فنائه. طيب ده الإنسان، طب الحشرات تعيش 500 مليون سنة تتحدى جميع الأزمات إزاي؟ نفكر شوية في الواقع. الحشرات دي الواحد ما يصحش يستهين به، لأنها تسلحت بأسلحة غريبة جدا. أولا النملة الواحدة اللي هي الملكة بتبيض 250 ألف بيضة، يعني عدد سكان أمريكا في موسم واحد. الدودة بتبيض 1 مليون، الدودة بتبيض 1 مليون.
هي طبعا عشان تبقى قد سكان امريكا، سكان امريكا حوالي 250 مليون، لا يبقى لازم نحتاج الى نضرب في مليون، يعني مليون نملة يدونا هذا العدد من شعب امريكا. الدودة الاسكارس لوحدها بتبيض مليون في تنزل مع فضلات الانسان. مجرد ان حشرة ترمي باستمرار هذا العدد الهائل من النسل، ده سلاح. ليه؟ لان يعني ال 250 الف دول هيواجهوا ظروف سيئه مهما بلغت السوق، يعني يموت منهم 200 الف، 245 الف، 249 الف، 249 الف و900، برضو تفضل 100، يبقى الحشره بقت 100. فسلاح التكاثر الفظيع. وبعدين سلاح تاني في الحشرات التنوع، تنوع حتى في انواع الاكل وانواع البيئات في الحشره الواحده. يعني تبص لها الحشره الواحده تبتدي تاريخها بيضة، وبعدين يرقة، وبعدين شرنقة، وبعدين فراش، وكل واحد من دول يأكل أكل شكل. يعني الدودة تعيش مثلا تأكل قاذورات، تعيش في الزبالة، الشرنقة تصوم، الفراش يأكل رحيق زهر في الغيطان أو يلدغ ويشرب دم بني آدم. تنوع في الغذاء غريب جدا، ده في الحشرة الواحدة. لما ناخد الجغرافيا الحشرية كلها، الخريطة الحشرية كلها، نلاقي فيها تنوع غريب جدا. نلاقي ان ما فيش حاجة الا وتصلح طعام للحشرات، لدرجة ان بعض الحشرات ممكن تعيش على توابيت الموتى وعلى الجثث، حشرات ممكن تعيش على املاح الرصاص في البطاريات، حشرات ممكن تعيش في اعماق المياه الكبريتية اللي بتغلي، حشرات ممكن تعيش في صعيق صقيع القطبين. للدرجة دي يعني منتهى البرد، منتهى الحر. الأكل اللي ما يتاكلش والسام يأكلوه، الزبالة يعيشوا عليها. الشيء غريب، يعني يكاد يكون كل شيء قابل للأكل. ابتداء ممكن يأكلوا كتاب، ممكن يأكلوا دولاب، ممكن يأكلوا الأرض، ممكن يأكلوا الطين. شيء ما فيش حاجة ما تتاكلش عندهم أبدا. فدي برضو سلاح، لان كوني ان انا ما اقدرش اكل الا مايونيز ومهلبيه ومش عارف ستيك وبتاع وريشه مشويه وبتاع، طب لما لقيتش الحاجات دي اعمل ايه؟ اتوفى بقى. انما الحشرات كونها تاكل كل حاجه ابتداء من اقذر شيء لاعظم شيء لشيء بيغلي لشيء متلج لشيء بيحبي شيء مش معقول. دي تديها فرصه انها تعيش في جميع البيئات. ثم كمان صغر الحجم، الحجم صغير. يعني طبعا لما يجي العصر الجليدي وبعدين الحيوان شمشون العملاق الهائل ده اللي هو 17 متر طولا و90 طن عاوز يتدفى، طب يتدفى ازاي؟ هيستخبى فين؟ العمارة دي هتستخبى فين؟ الجبل اللي بيتحرك ده هيروح فين؟ انما الحشرة تروح داخلة فيه تتصرف كده وتبات لغاية ما تعدي الأزمة. فصغر الحجم يساعد، ينزلوا تحت البساط تحت الحصيرة، تلاقيهم في 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 هدومك، تلاقيهم في المرتبة، في أي حاجة. دي بتساعد صغر الحجم وكسرة النسل. ثم الحيلة، يعني غريبة جدا في الحشرات التحايل. تبص تلاقي حشرات تتلون وتحاكي البيئة، تبص على الورق كده تلاقي حاجة زي ورقة وبعدين تكتشف إنها حشرة، لونها أخضر بالظبط زي لون الورقة الخضراء. ده تحايل. تيجي حشرة تمسكها تعمل ميتة، تبص لها تتكون كده وتبقى زي الحصوة. تيجي الحشرة في مرحلة من مراحل نموها وتشرنق وتحوط نفسها بمش عارف تابوت كده وما خلاص، ما هو ده برضو اختفاء، ما داخلة في شقة وبقت حاجة ما فيش. برضو ده يعني تحايل. في حشرة حماية لنفسها في بطنها ثلاث غدد يفرزوا سوائل معينة، ساعة الخطر ثلاث سوائل يتفاعلوا ويطلعوا غاز سام، حاجة غريبة. حشرة قاذفات من قاذفات القنابل. كل أصناف الدفاع والهجوم والتحايل والتماكر تلاقيها في عالم الحشرات. ثم الحشرات الاجتماعية، تعيش ألوف مؤلفة في بيوت زي خلايا النحل ولا خلايا النمل، ونظام دقيق وطاعة ما فيش بعد كده. ده سلاح، السلاح الاجتماعي.
وتمسك كل حشرة من دول تلاقيها مثال، مثال في الدأب والمثابرة والطاعة والتضحية. يعني دي حنفرد لها حلقة مخصوصة، لأن فعلا الحياة الاجتماعية للحشرة زي النمل أو النحل يعني فعلا شيء غريب ومذهل. فده سلاح الانضباط، سلاح الانضباط والتعاون والتراص والتضحية، يعني ملامح خلقية تلاقيها في الحشرات. فإذا إذا كنا إحنا بحثنا في خريطة العالم الحيواني ولقينا يا ده انقرض وده فنى وده مات، وفضلت الحشرات وعاشت بدل مليون سنة بقى 500 مليون سنة، بينما العملاق اللي طول العمارة اتهد وانتهى، يبقى كان في سبب. يبقى الحكاية ما هياش عشوائية كده، لا ده لما تتأمل تلاقي فيه أسباب. ولما البرغوت غلب الفيل كان فيه سبب، ولما الجراد والبعوض غلبوا كائنات زي الأهرامات كان فيه سبب. تعالوا معانا نتعرف بقى على عيلة شمشون ونشوف اللي قدر يعيش واللي ما قدرش، ونشوف المعركة زي ما حصلت. هياكل فظيعة، حتى أسميها مرعبة، أباتوسور، ميزوسور، برونتوسور، تيرانو سورس أريكس، تيرودكتايلس، براخيوسور، أباتوسور. أسامي العلمية، أسامي لاتيني، هي نفس الأسامي نفسها مرعبة. الهياكل دي تركبت، كل هيكل خد له 10 سنين يتركب، على بال ما لموه عظمة 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 عظمة، ومؤتمرات علمية. هنشوف دلوقتي ازاي عملوا هذه الهياكل وجمعوها فعلا من العظام الواقعي. هنحاول نتصور هذا العالم اللي غزا البحر والبر والجو، دي مجرد ريشة رسام بتحاول تتخيل. ده ستافي سوروس واخطرهم بقى الزعيم الكبير، هو ده تيرانو سوروس ريكس. تيرانو يعني الطاغية. طبعا ده هجم البرد زي ما حكينا والجليد، وابتدوا يتجمدوا من الصقيع واحد ورا الثاني، وابتدت القبيلة الجبارة العملاقة تفنى وتنقرض. وعاش جيل من المهازيل والمساخيط اللي بنشوفها حوالينا دلوقتي، التمساح، السحالي والبراس والحرابي، ترسا هي من قبيلة السلحفاة، بورس، بقية هلفيتي جدا من الأجداد العظام. تعبان برضو ده أحد الأحفاد، نكبرهم كده بالكاميرا بس. يعني فين دول بقى من الجد العظيم؟ شوفوا قد ايه، شوفوا قد ايه، 17 متر طول، 90 طن وزن، جبل متحرك كل صابع فيه قد بني ادم. ده البيضة بتاعته، هنشوف ونتخيل فيلم عن فأس هذه البيضة وخروج تيرانوسورس ريكس الشهير والزعيم العظيم، ثم معركة بينه وبين دستافيسورس. Thank you.
شيء خرافي. وباقت الهياكل تحكي القصة. هياكل دي جابوها عظمة عظمة وركبوها بجهد علمي خارق. في الواقع أي أثر من آثار الدناصير يعتبر يعني أثر علمي خطير، ومجرد أنه مثلا يعلنوا أنهم لقوا عظمة مثلا للتيرانوسوروس، يوه بعثات تروح معاها الأدوات العلمية. وبعدين شو بقى بيقعد يحفر ب ب ب يعني حذر شديد، خايف على العظمة. وبعدين عندهم أساليب علمية، يعني بيعملوا لها كسوة جبس وقالب جبس حواليها عشان يحفظها، وبعدين يرجعوا يشيلوا الجبس ويقعدوا يدمقوا وينظفوها من الصخر بعناية شديدة، يقعدوا شهور بالشكل ده عشان يطلعوا حتة العظمة سليم. لأنها في الواقع حتة العظمة دي ثروة، مش يعني حكاية حتة عظمة، لا دي ثروة ضخمة جدا، ماديا ثروة، علميا ثروة. هنا عاملين لها الجاكيت الجبس اهو، وبعدين ايه يحوطوها برضو عشان ايه عشان ما تتلفش في النقل، ما تتكسرش. ما كل فتفوتة بمليون جنيه، تاريخ كائن عمره 225 مليون سنة. بعدين يبتلوا بقى ايه، هيشيلوا القالب الجبس والكسوة الجبس، حتة حتة بعناية شديدة جدا وحذر. وبعدين هيبتدوا بقى ينظفوا ويفحروا عليها ويدمقوا دقة صغيرة بدقة صغيرة، أكنه منجم ذهب، أكنه منجم ذهب. أخيرا العظمة طلعت اهي، بيجيبوا العظمة والعظمة ويركبوهم على بعض بأسياخ من الصلب من جوه عشان يعملوا الهيكل. شوفوا بقى عظمة واحدة خلت قد ايه، كام شهر عشان تطلع نظيف. كل الهيكل بقى بالشكل ده عظمة عظمة. وبعدين يبتدي التركيب زي ما انتوا شايفين، بيركبوا دلوقتي العمود الفقري، بيحتاجوا لسآلة، بيعملوا سآلة علشان يركبوا العظم على بعضه، لأن زي ما قلنا ده مش ده عمارة، مش حيوان، ده عمارة. فبيعملوا سآلة وونش ينقل العظم، ويطلعوا يستلموا حتة. ده في متحف في هيوستن قعدوا 6 سنين عشان يركبوا الهيكل. وبيركبوا الماضي في الصور، نفس المحاولة انهم يتخيلوا ويركبوا هذا الماضي برضو بالصور. شيء غريب. ادي التيرانوسورس العظيم. تيرانو يعني الطاغية، من التيراني طغيان. دي بقى وحوش الخرافة زي ما تخيلها الأدباء في قصص زمان، والإلياذة والأوديسة والألف ليلة وليلة والسندباد، قصص السندباد، الحيوانات الخرافية اللي حاول الأدباء بخيالهم يحكوا عنها. ده حارس جهنم في الخرافة الإغريقية، ده التنين، وقرينا في السندباد عن الرخ. فين دول من الكائنات اللي فعلا عاشت على الواقع؟ أهو هنا فعلا الواقع غلب خيال الأديب. هذا العالم الواقعي كان أبشع وأفظع وأكثر عملاقة من أي عالم تخيله أديب.
ده كائن عجيب او ترايسيروتوبس اسمه، كائن غريب له قرنين ممكن يخرقوا جبل، وله ديل مسلح بالخناجر. ده تاني ما ديناصور تاني اسمه ستافيسوروس. شوف الدرع اللي فوق، الدرع اللي فوق ظهره صفائح من العظم، برضه له ديل مسلح بالخناجر. شيء غريب يعني، ده كائنات وبعدين المدهش حقيقة إن هذا الكائن اللي طوله 17 متر ووزنه 90 طن، مخه قد علبة الكبريت. شوف الدماغ صغير ازاي، مخه بندقة، حاجة غريبة. شوفوا رجل البراخيوسور، شوف صباعه قد ايه، قد الطفلة اللي بتتفرج عليه بالظبط. هما جنبه وزي حكاية رواية عقلة الصباع. ده بتيرو داكتايلس، المسافة ما بين جناحيه 15 متر، يعني طائرة شراعية. ده كان من الزاحفات الطائرة، اسمه بتيرو داكتايلس. أسامي عجيبة كده، مخيفة زي أصحابها بالظبط. دي حفريات للبتيرو داكتايلس، لقوها في الصخور. الحفريات دي كلها ده تخيل رسامين لقبيلة البتيرودكتايلس أو الزاحفات الطائرة. وبعدين جه العصر الجليدي فطمر كل هذه الكائنات العملاقة، وأتى على هذه القبيلة الجبارة واحد ورا الثاني. ما فضلش منهم إلا عظام وهياكل نخرة، في كتاب الصخور. إزاي انقرضوا؟ ازاي انقرضوا معاش جيل المهازيل المساخيط؟ ايه اللي حصل؟ ازاي قبيلة تموت وقبيلة تعيش؟ لغز اسمه التكيف. هنشوف دلوقتي انواع من الحياة استطاعت انها تتكيف على حر مطلق. دي صحراء في موجاف، درجة الحرارة توصل في الظهر 70 درجة مئوية، وبالليل ناقص 50 تحت الصفر، شيء فظيع. المطر ينزل كل 10 سنين، جفاف بشع. طب هل ممكن ان حياة تتكيف وتعيش في الفظاعة دي؟ رحنا في رحلة بحث، من حسن الحظ بعد رخة مطر في هذه الصحراء، فنشوف شيء غريب. ضفدعة، يا طب ده الضفدعة ده كائن بر مائي. ضفدعة عايشة هنا ازاي؟ 70 درجة مئوية الظهر، 50 تحت الصفر بالليل، مطر كل 10 سنين. طب ودي عايشة ازاي دي؟ شوف الضفدعة الغريبة دي. شوف رجلها غريبة قوي، رجلها مجراف، احد صوابعها تحور على شكل مجراف. طب ودي هتعمل بايه الضفدعة دي؟ ضفدعة المجرافية بيسموها، وانا لازم لها سر المجراف ده. بنستنى لغاية ما يبتدي
الأرض تشرب المطر ويبتدي الجفاف يرجع، وبعدين الأرض تبتدي تشقق، هنشوف الضفدع دي هتعمل ايه؟ إن شاء الله المطر الجاي كمان 10 سنين، طب ودي هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ هنشوف دي هتعمل ايه؟ الله، دي بتفحر برجليها زي حكاية الفقير الهندي اللي بيفحر مدفنه، بتفحر عشان كده رجلها متحورة على شكل مجراف عشان تفحر، بتفحر تمام زي الفقير الهندي اللي بيفحت مدفنه وحيبات فيه. الله، طب وازاي دي؟ طب هتعيش 10 سنين في مدفونة ازاي؟ طب ورايحة فين؟ دي نازلة فين؟ دي عمالة دي شغلانة غريبة صحيح. في الواقع ده أول مشهد من نوعه صورته الكاميرا. إحنا ورانا إيه؟ هنتفرج يعني نشوف هي رايحة فين. بتفحر كل شوية تنزل تغوص. بتغوص شيء غريب، ولا واخد معاها أكل ولا شرب ولا زوادة ولا خزين، هتعمل إيه بالضبط؟ تتجهز للموت مثلا؟ كده على طول تجرف الأرض من تحت رجليها وتنزل، تجرف وتغطس، تجرف وتغطس. شيء غريب. طب وبعدين هتشرب منين مثلا؟ هتاكل منين؟ طب هتتنفس ازاي؟ بتغمض عينيها من التراب. شيء غريب. الحر على السطح زي ما قلنا بيوصل لـ70 درجة مئوية وجفاف فظيع. طيب نعمل تجربة بقى عشان نشوف رايحة فين. هنربط رجلها بخيط أحمر، خيط طويل عشان تغوص زي ما هي عايزة، بس يبقى احنا عارفين ومعانا طرف الخيط، وفي نفس الوقت نعلم بعلامة على المكان اللي هتحفر فيه. دي هيكل ضفدعة عادية، وده اللي على اليمين هيكل ضفدعة مجرفية. واضح ان الفرق كبير، لان عظم الساقين وعظم الحوض سميك في الضفدعة المجرفية، والفقرات سميكة. دي تجهيز، مجهزة لعملية الحفر. ده تكيف حتى في الهيكل، مش بس الرجل لها مجراف، الهيكل العظمي كمان معد لهذه الوظيفة. هيكل غليظ قوي، رجلين زي الحديد، فقرات قوية جدا وقصيرة، ولع الضلوع قصيرة كمان، لأن لو كانت الضلوع بطول الضفدعة التانية ما كانتش قدرت تعمل عملية الزنقة نفسها جوه الصخر وعمالة تفحر وتنزل، يبقى لازم السدر ضيق. وفعلا هي عاوزة سدر كبير. ليه؟ ما هي دي ده هتتنفس كل سنة ملي مثلا. خلاص، هو دلوقتي علم، هو عاوز يعلم بالظبط، علم بالعلامة، وبعدين استنى. ده بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر من الدفن. دلوقتي مسك الخيط وراح لغاية العلامة،
وبيفحل. 6 أشهر طبعا دي لازم بقى دي شبعت موت بقى، 6 أشهر مدفونة جوه ومش لاقيها، أو عمال يفحت أهو بيدور عليها. بعد 6 أشهر من الدفن، هنا شوية التربة مختلفة شوية، زي ما يكون مدخل كهف أو حاجة، تحت سطح الأرض ب60 سنتيمتر، عاملة لها مدفن مش عشان بيبتدي يعمل بصباعه كده عشان يطلع ال اه لا حاجة كده طرية يعني. الله دي صاحية، دي ما ماتتش، 6 أشهر لا أكل ولا شرب ومدفونة تحت على عمق الأرض. طب إزاي جميع العمليات الحيوية بتاعتها شبه توقف، تنفس بطيء جدا، نبض بسيط، لازم يعني فعلا حصل هبوط فظيع في جميع في جميع العمليات الحيوية، لأن ده مستحيل، هتعوز أكسجين تجيبه منين؟ نوع من البيات الصيفي بقى مش البيات الشتوي. هنا أنواع الزنبق اللي في الصحاري برضو لها تتحايل، وعن طريق الجذور البعيدة بتوصل لنقطة مية. هنختبر عينات من التربة الصحراوية دي بعد غياب المطر لعدة سنوات. واضح إن التربة يعني فعلا بقالها سنين ما شربتش ولا شبعت، فهناخد شوية من الرمل ده ونشوف ايه اخباره، ونحط عليه شوية مية من الزمزمية. كده بناخد شوية رمل كيفما اتفق، من غير يعني نقاوة ولا حاجة، اي حبة رمل. ونحط عليه مية من الزمزمية. بعد 48 ساعة نبتدي نفحص بالميكروسكوب. الله ده بنلاقي فيه حاجات اهي، ايه دي؟ دي رقات، ده حياة موجودة. الله ده إذا كان فيه بيض وفأس. طب والبيض ده موجود في الرمل في درجة حرارة 70 فوق الصفر، في رمل ما فيهوش مية وغابت عنه الأمطار لمدة 10 سنين. طب ازاي الحياة محتفظة بنفسها جوه البيض ده؟ تكيف. نرجع نقول برضو التكيف، ان في كائنات الحياة فيها لبدت في البيضة لبدة وعايشة في الجحيم، وتيجي سوافي الرياح تسفي الرمال زي ما احنا شايفين وتنقلها المكان، يمكن في واحة ولا في مطر، وتدب فيها الحياة تاني، حياة مستنية بقالها 10 سنين. طب نروح للبرد بقى ونشوف بقى الجماعة اللي عايشين في البرد المطلق عملوا ايه. السنجاب عمل ايه في البرد الفظيع؟ بيتكيف ازاي؟ السنجاب عمل زي الضفدع، بيجي في البرد ويعمل له بيات شتوي ويتكوم على بعضه زي ما احنا شايفين، لا ياكل ولا يشرب. وجميع عمليات العمليات الحيوية في جسمه تهبط وتكاد تتوقف، حاجة يبقى يدوبك كده، نبض بطيء. كائنات تانية الوعول دي فكرت في أسلوب تاني في محاربة البرد، إن هي تاخد بعضها وتهج، فدول بيحاربوا المشكلة بالهجرة، بيهاجروا بألوف إلى الأماكن الدافئة. الحيوانات اللي قررت المرابطة في البرد يبقى لازم تتكيف على البرد بأسلوب آخر، بالبلط والفرو اللي لابساه ده، بالبلاط الفراء الجميل، الفرو الأبيض والفرير الأسود، تكيف أسلوب آخر من التكيف.
وفي البحار الباردة بنجد الكائنات تبعت طريق تاني من التكيف، بلاطي دهنية لابسين بلاطي دهن، ثم أجسام انسيابية مناسبة جدا لوظيفة العوم. الجمجمة نفسها لما الواحد يشرحها، آكلات الحشائش وآكلات اللحوم، يجد إن في تكيف برضه في الجماجم. يعني مثلا لما ناخد جمجمة آكل حشائش فنلاقي في تكيف مع الوظيفة. يعني دي جمجمة آكل حشائش بنلاقي ما فيش أنياب، إنما في مساحة مسطحة في الأول كده زي الطاحونة كده بتطحن زي الرحايا، الاثنين مسطحين فوق وتحت يطحنوا والأضراس كمان تطحن، إنما ما فيش أنياب. ده تكيف لنوع الأكل. لأن مش مطلوب إلا طحونة، إنما هنا بقى حيوان قارض يبقى يعوز سنان وتكيف مختلف في الجمجمة. فده اتعمل له سنان زي الأزميل، أسنانه زي الأزميل بالظبط. فهنا تكيف مع الوظيفة. ده بقى مفترس أكل لحوم، فتلاقي أسنانه قواطع أنياب بقى هائلة، وبعدين تخش في بعضها خلف خلاف كده زي ال تبقى زي شفرات مقص. شوف بتخش ازاي، تلبس كده عاشق ومعشوق عشان تمزق اللحم، برضو ده تكيف. دي طائر كاسر رهيب، فبرضو تكيف لوظيفته. البصر الحاد والمنقار الخطافي والمخالب الحديدية، شوفوا العين، شوفوا المنقار، شوفوا عين شكلها ايه، والبومة اللي بتشوف بالليل يبقى لازم عينها تبقى مزودة بكفايات عالية جدا. وفعلا عين البومة كمان لها جفن إضافي، الجفن الأزرق ده جفن إضافي، وبصرها حاد جدا وتشوف بالليل، ولها ريش حريري. شوف المخالب حديد، خناجر مش مخالب. شوفوا ولاد البومة بينفشوا ازاي، يستعملوا الريش ده للتخويف، يجي حد يقرب لهم يخوفوه. شوف بتعمل ايه يا ام، يعني هاجي شيء مرعب يعني. وده الطيور الصيادة متكيفة مع وظيفتها برضو، والمنقار الخنجري والأرجل الغشائية أو منقار زي المعلقة تغرف بيه الطحالب. تكيف. البيض تبص تلاقي البيض منقر كده، لونه لون الحصى بالظبط عشان ما يبانش. شوفوا البيضة هيطلع منها الكتكوت برضو الفرخ الصغير منقط كمان عشان ما يبانش من البيئة، نوع من الاستخفاء، استخفاء ومحاكاة وتمويه، فيطلع ما حدش يشوفه. ده برضو تكيف، طلع منقط ازاي. شوف طلع منقط مش باين، توصله كده ما تاخدش بالك، ده نوع من الدفاع برضو. البيض لو تشوفه في وسط شوية زلط ما تميزوش، شوف البيض جوه الزلط أكنه حتة زلط. شوفوا هنا الطائر في وسط التلج أبيض بلون التلج، ما تقدرش تشوفه. لما ظهرت بعد كده الكائنات الراقية بقى، هنا ظهر الحيلة والذكاء وبدايات العقل، ده كان أعظم سلاح للتكيف ظهر. شوفوا القرد بيعمل ازاي، شوفوا بيبص ازاي، في بداية تفكير في حاجة. وبعدين ظهر الإنسان بالعقل الخطير بتاعه، وساد الإنسان مملكة البر والبحر والجو وحكم الوحش. وهنا هنشوفه بيأمر الحوت المتوحش، بيأمره بيقول له نط فوق الحبل فينط فوق الحبل.
شوف الحوت، شوف يعني، وده حوت متوحش. وبعد كده الإنسان اخترع الأدوات، وعن طريق الأدوات هد وبنى وأعاد تشكيل البيئة وغير سطح الأرض. وطلع ينطح السحاب، قصة عجيبة فعلا، قصة عجيبة. لكن ساعات أنا أقعد أفكر في التاريخ، تاريخ الإنسان، بقول إن تاريخ الإنسان برضه كان فيه عماليق جبابرة ضناصير برضه، هتلر والنازية ديناصور، موسوليني والفاشية ديناصور، جانكيز خان والتتار ديناصور، الهكسوس والوندال ديناصور، كل دي ديناصورات هائلة. يا ترى يعني ايه الحكمة اللي ممكن نطلع بيها من هذا العرض اللي شفناه في الفيلم؟ احنا شفنا كائنات ضخمة زي الدبابات ومصفحات زي كل واحد منهم قد 5 أدوار. ازاي هذا الكائن 17 متر طول 90 طن وزن يفنى وينقرض ويعيش البرغوت؟ واحنا بنعرض الفيلم وقفنا عند ملحوظة ملفتة للنظر، ان هذا الكائن اللي هو 17 متر طول وتسعين طن وزن مخه قد علبة الكبريت بندقة، ده برضه يدل على شيء، ان عشان تدبر كل هذا الحجم والوزن، واخد بالك، مش ممكن هيتدبر بمخ البندقة اللي هو علبة الكبريت ده. ففي الواقع ده احد الاسباب ان هذه الكائنات لما جه وقت الجد ما عندهاش حيلة، ما عندهاش مخ، يقول لك فلان ما عندوش مخ، ده احد الاسباب، الحيلة والعقل. احنا شفنا بعدين في سلسلة الحيوانات اللي شفناها لما وصلنا للقرد والانسان المخترع المهول ده، لما اخترع الادوات وساد البحر والبر والجو وغزا الفضاء وحط رجله على القمر، ازاي؟ بالعقل. اكبر مخ بالنسبة لجميع الحيوانات وزنا بالنسبة لي وزنه هو هو الإنسان. ففي الواقع ده أحد التفسيرات. طبعا معناها إيه؟ معناها إن القوة المادية وحدها لا تكفي، لازم القوة يبقى معاها حيلة وعقل وحكمة، إنما القوة لوحدها بس ما تكفيش. دي أول حاجة بنقف عندها ونستفيد منها. الحكمة الثانية هي خطورة البيئة، لا تجعل من البيئة عدوك. البيئة لو تحالفت عليك وكانت أقوى منك هتقضي عليك. الحيوانات اللي شفناها اللي قدرت تعدي واللي اتفرجنا عليها بدءا بالضفدعة وبدءا باليرقات الصغيرة اللي في الصحراء وطلعت في الرمل وحطيناها في شوية مية، ولما شفنا السناجيب وشفنا دببة القطب الشمالي والجنوبي وشفنا كائنات البحار الباردة والحاجات دي، في الواقع دول عملوا ايه؟ يعني ايه كلمة تكيف؟ تكيف يعني مصالحة مع البيئة. ما الواحد لما بيبتدي يصطدم بالبيئة يبقى واحد من اتنين، يا يخش في حرب معاها يا يخش في مصالحة معاها. المصالحة بيسموها التكيف. أنا لما بصطدم بالبرد في القطبين مثلا كل شيء تحول لجليد، حاجة من اتنين، يا إما أعلن الحرب وأقعد وأصرخ وأسب وألعن، مش هتنفع، ما ينفعش، أو أتكيف من الأول أعمل مصالحة مع البيئة بإني أروح لابس بلطو خلاص تمام، زي ما شفنا
الوعول اللي لابسه الفراء والدببة اللي لابسه الفراء والكائنات اللي في البحار الباردة اللي لابسه بلط دهني ويبقى جسمها انسيابي، كل دي انواع من مصالحة البيئة. ده المصالحة وصلت لدرجة ان الضفدع اللي مش عارف قد كده قررت انها تضرب عن الحياة، وبدل ما تتنفس مثلا كذا تنفس في الدقيقة، لا كل مش عارف سنة تاخد نفس بس، اضراب في كل حاجة والصيام في كل حاجة، وتروح تدفن اختياري وتستنى اما يجي الفرج بعد سنة بعد اتنين نبقى نطلع نستحمى. أداة مصالحة مع البيئة. أنواع الطيور، وشفنا الجماجم الغريبة إزاي كل جمجمة معدة بالضبط لوظيفتها. الجمجمة اللي بتاكل حشيش أسنانها إزاي، اللي بتاكل الحيوانات القارضة أسنانها إزاي، الحيوانات المفترسة أسنانها إزاي. كل كائن مسلح ومتكيف مع بيئته ومتصالح معاها، دي اسمها المصالحة. الأسلوب الثاني بقى أن الواحد يعلن الحرب على البيئة. ده يعلن الحرب بقى لو قدر، وهي دي مشكلة الإنسان دلوقتي، أنه فعلا أعلن الحرب على البيئة وابتدى يغير البيئة، وبعدين ابتدى يقلب البيئة من صديق إلى عدو. لما في حربه مع الحشرات واستعماله للسموم الحشرية والمبيدات، ابتدى يموت الحشرة الصديقة والحشرة العدوة، فابتدى يضطرب ميزان الطبيعة وتتحول الطبيعة نفسها تبقى ضد الإنسان، لأن المبيدات الحشرية دخلت في النباتات والفواكه والخضروات واللحوم، ودخلت بقى تلف في دورة، ويرجع الواحد يأكلها من الطبق اللي بيفطر منه الصبح أو اللي بيتغدى منه أو الفاكهة الحلوة اللي بيأكلها، دايما فيها مبيدات حشرية. لدرجة أنه من الإحصاء الأخير وجدوا أن الدي دي تي وصل إلى لبن المرضع، في لبن المرضعة وجدوا في دي دي تي. دورة السموم لفت لغاية ما رجعت الإنسان يتجرحها زي ما سقاها للحشرات، ابتدى هو يشرب من نفس الكاس، قلب البيئة إلى من صديق إلى عدو. ودي خطيرة جدا، دي نتيجة الحرب البلهاء، أنه هو متعافي وقال لك لا حشرات ايه، والله اذا انا ما دول في جزميتي، ايه الحشرات دي، هات يا جدع الدي دي تي والمش عارف والسموم، وشغل ورش وطيارات وبتاع. لكن المدهش انه ما قدرش على الحشرات برضه، ما هي بالرغم من كده وانه بيتسمم حاليا عن طريق المبيدات الحشريه اللي بياكلها في الفواكه والخضروات، ما قدرش برضه. ما دي هنفرد لها حلقه بقى خاصه في حرب الانسان مع الحشره، لان ده شيء مثير صحيح. هو قلب البيئة جعلها عدو له، وفي نفس الوقت ما قدرش على الحشرات. الحشرات ابتدت تتربي في جسمها مقاومة، تبص تلاقي الصرصار دلوقتي بقى ياكل الدي دي تي كده ويمخمخ كده ويقف جنب الباب كده وحاجة، يعني آخر صور. كان زمان أول اختراع الدي دي تي ده، أول ما الواحد يحطه على طول يصبح يلاقي الصراصير كله ما فيش، كله على طول يعني وباء وكله يتوفى. بعدين اتربت في أجسامها مقاومة، ما تفهمش إزاي، فبقت سطر خلاص، بقى مزاه يجي بقى الصرصار كده مزمز كده حاجه يعني ولا يهمه. فابتدوا ينقلوا من الدي دي تي لسموم اخرى، وبعدين ينقلوا، ابتدوا يصنفوا بقى، وبعدين دخلوا في معركه مش بتنتهيش، كل ما بيعلوا سم الحشره تتعود عليه يركبوا سم تاني. وبعدين في خطوره ان ممكن في لحظه كل الحشرات الموجوده تتعود على كل السموم المحتمله، ونفاجئ بهجمه ما نقدرش عليه. بص تلاقي فجأة نصحى الصبح نلاقي المحاصيل انتهت خالص. فدي دي دي نموذج من نماذج الحرب البلهاء. احنا هنا مشكلة الكائن الحي ان هو بين اختيارين، يا يتصالح مع البيئة يا يعلن الحرب عليها. يعلن الحرب عليها ما فيش مانع، بس يبقى قدها، يعني يبقى قد انه يعلن الحرب. اصل احنا في العادة بنستهين لك حشرة، ده راجل يا شيخ ده حشرة، بس ده انتوا هتشوفوا في هذه المجموعة من الحلقات الحشرات ده شيء خطير جدا، دي مخلوقات عجب يعني. فالاحتقار ده وبتاع الواحد يشوح بيه وشيخ ده حشرة وبتاع، لا ده لما نيجي للجد وللعلم توصل هذه الحشرة عالم كون، شيء رهيب، وانت تستخدم جميع اسلحتك وما تقدرش عليه خالص. وبعدين المشكلة ان في وسط الحشرات ليك اصدقاء واعداء، طب تموتهم كلهم ليه؟
احنا لنا صديق النحلة مثلا عمالة تعمل لنا عسل، وفي اصدقاء بيتطوعهم وياكلوا الحشرات الضارة، وصل مثلا دوت القطن لها عدو ياكلها. قال طب ما احنا اذا كان لابد من الحرب تقوم تعمل الحرب على الكل ليه؟ ما انت بتقلب الموازين برضو. فدي كلها تقع تحت عنوان ايه؟ حذاري ان تجعل من البيئه عدوك. وبعدين المشكله الثانيه اللي عملها الانسان انه لوث البيئه عن طريق المصانع والمداخن وبتاع، فبرضه جعل البيئه بدل ما هي بيئه صحيه بجعلها بيئه سامه. في الواقع حاجه ثانيه كمان، استخدام الانسان للذكاء، يعني ممكن ذكائك يبقى عدوك لما يبقى ذكاء اناني متكبر متعجرف، ممكن يبقى عدوك. غياب القيم، غياب النظام، غياب العقيدة، كل دي أعداء، كل دي مبيدات حشرية ممكن تقضي على الإنسان، ما تخليش له أثر، وزي ما قالوا يبقى مجرد صفحة أخرى في عالم الحشرات العظيم. ونرجو أن لا تحدث هذه النبوءة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.